الحقيقة أن عندما تتحدث الطبيعة تصغر السياسة، تصبح الحسابات السياسية صغيرة. الهول المصاب الذي أصيبت به سوريا وتركيا كبير لدرجة أن الهاجس الأول يجب أن يكون ويبقى هو إغاثة المنكوبين واللاجئين والنازحين والذين ضربت بيوتهم. إذن فلتفتح الحدود، فلتفتح المعابر جميعا، فلتفتح، فلتعلق العقوبات جميعا، ولا نفرق بين عربي وكردي وتركي، بين المصابين لا يكون هناك أي تفرقة. علينا أن نضع بين هلالين كل الحسابات ونعالج الأساس اليوم الذي هو الأساس الإغاثي. طبعا هناك عقبات سياسية لها علاقة بالوضع السوري المتفاقم منذ 12 سنة، لها علاقة بذلك، وهي التي تصعب عملية الوصول إلى الضحايا، تصعب عملية توزيع الغذاء، تسيس إلى حد ما المقاربة من الجانب السوري ونحو سوريا من جانب الآخرين. ولكن للطبيعة منطق وللسياسة منطق آخر. بعد أسابيع من الآن قد ينسى الجميع حول الكارثة ونعود إلى ما نحن إليه، ولكن هناك عدد من القضايا ستبقى على الجدول. أولها الانتخابات التركية التي قد تحصل أو لا تحصل بسبب الزلزال، وهذا حدث مهم لأنه إما يغير من سياسة هذه الجارة القوية أو لا يغير. ثانيا لديك العقوبات المفروضة على سوريا والتي رفعت مؤقتا من قبل بعض الدول الغربية، هل يعاد فرضها من جديد أو تبقى منفتحة؟ ثم هناك إمكانية الحل في سوريا وهو معطل تماما منذ سنوات وسنوات. يعني الأحوال في سوريا، الأحوال الاقتصادية والمعيشية كانت سيئة قبل الزلزال، فما بالك بعد الزلزال؟ كان هناك مؤشرات ربما بعد حصول الزلزال الكبير، دول عربية سارعت اليوم لتقديم المساعدة، طائرات نقلت كل أنواع المساعدات إلى سوريا من دون أن يكون هناك تفرقة بين السوريين. هل هناك نية برأيك اليوم لعودة سوريا إلى الحضن العربي؟ يعني كان هناك فكرة من هذا النوع قبل قمة الجزائر، لكن أعتقد أن مختلف الأطراف بما فيها النظام في دمشق وجدت أن الوقت لم يكن بعد، كان مبكرا إلى حد ما في قمة الجزائر. هناك عدد من الدول ما زالت متحفظة على تطبيع، لكن الوضع العربي حاليا ليس جيدا. فإن عادت سوريا تعود إلى جامعة هي حاليا ليست في أفضل أحوالها، وبالتالي لا أعتقد أن هناك إلحاح شديد من قبل الحكومة في دمشق للعودة، ولا أعتقد أنه من جانب آخر هناك مزايا فظيعة للعودة. حتى عقد القمة يعني أصبح عليه بعض التساؤلات.